ردا على خطاب قيس سعيد اللي قال فيه هنالك مؤامرات، هنالك غرف مظلمه، هنالك مكائد ممكن تحل بتونس في اي لحظه، الكتل النيابيه او مختلف الكتل النيابيه قالت ما صدر عن قيس سعيد في حديثه خطير جدا ولازم يسمي الاسماء بمسميات. هي الكتل النيابيه كلها صفر، كل ما عندناش فيهم ثقه. علاش؟ اول ما ضربوا دمروا الفلاح، دمروا القمح، ولدي هز الماء، دمروا الدقله مشت خمجت، دمروا تو الصابه نتاع الزيتون اللي تجيب للدر العمله الصعبه، للدر العمله الصعبه لتونس دمروها. هذه عصابات تحكم في تونس ولدي، عصابات معفيات هاك نتاع التصدير والتوريد، هذوك هم اللي خلو تونس وهذوك هم اللي يحكموا في تونس. هو وزير الماليه، وزير الفلاح يلزم يتحاكموا على الزيتون السنا. تعرف تونس السنا ليتر لبرا ب 12 يورو، تعرف ان الشنور تسوى 37 دينار، هنا يقبل فيها توا ب 4500 فرنك الكيلو نتاع الزيت. سمعت ولدي؟ هذه ما عندناش ثقه احنا في النواب كامله. هو يحب يشعل البلاد، يحب يحل فيها فارعه، اذا هو رئيس جمهوريه وماهوش فهم منين الغرف السوداء وحب الناس تحميه، اما احنا شكون باش يحمينا؟ هو رئيس عنده حرس رئاسي، عنده الامن، عنده الجيش، رئيس ما نعرف شنو القوات المسلحه. يا معلم لاباس السيد هذا، نتصور كلامه صح، فهمت كلامه صحيح، باينه باسكو تونس باينه اللي فيها راهم يسرقوا، فهمت الاخرين ما على باليش اسكو هما صح ولا غالطين برك. هي من كي تجي تشوف اكيد لازم نسمي مسميات باسمائها، لكن معناها كلامه في جانب كبير من الصدق، لانه تونس نحسوا احنا كشعب، انا كشخص نحسها وان دوله مستهدفه من جميع الدول، مرتع لجميع المخابرات وجميع الدول، نواب ما همش قاعدين يقوموا بالواجب. نشوف فيهم انا على الاحداث الاخيره ممكن ما عادش نجمو يضيفوا حتى شيء، ما نجمو يضيفوا لنا حتى شيء. هو ما قال سيادة غرف مظلمة، يشعل لنا الضوء. خلينا نشوفوا معاه شنو اللي ثم. ما يقولش ثم. دو كوا يساجي. مش كلمة كاكا طايشة ويمشي خاطر ما يفو با بلي اللي هو اللي راهو رئيس دولة، راهو مش فدك راهو. إذا كانوا مازال يظنوا أنه في الحملة الانتخابية نتاعو، أي وصل، يوصف الحملة الانتخابية ويقعد كاك. الرئيس قيس سعيد لازم يسمينا الاشياء بمسميات، يعني ما تكونش في العموميات يعني. ولكن الشعب راهو فاهم، يعني الشعب فاهم كل شيء، يعني الشعب فاهم. والدليل انه الرساله كي قالها في سيدي بوزيد بلاد الثوره انه كانت حاله غضب ولا حاله فرحه، يعني الشعب التونسي فهم اللي الرئيس راهو يحب يصلح واللي يحب يحسن البلاد، ان شاء الله ربي معاه وربي يجيب الخير لتونس. وكاو لازم يسمي الاسماء باسمائها ويوضح للشعب، خاطر المواطنين تو الشعب ولات الناس دخلتها جوج، ما ولات ناس خايفه، وهذا ما كانوش يصدر من رئيس دوله، هو الكل اللي حبوا الشعب واللي انتخبوه يوضح الامور. هو يزمو توا اول ما يعمل هو المامور خرج عمل تسريح، توا قداش عنا نحن عنا شهرين من اللي انتخبنا، يعمل تسريح وخويا يشكل حكومته وخلوه يخدم على روحه، خاطر هو نحن هنا في تونس ما يحبوش الرجل النظيف، والله ما يخلوش لا يخدم لا نحن كيما نقول لك يحطوا له العصا في العجله. تصريح قيس سعيد معناها قيس سعيد ما يكذبش، فهمت؟ اما هي النهضه معناها تحب تاخذ الكراسي وهي تحب تحكم، معناها فهمت؟ نحن نلومو كان على النهضه، بدلونا النهضه خويا باش نتحرروا، الشعب التونسي لازم يتحرر، فهمت؟ اما قيس سعيد بالنسبه لي اموره مريقله وكرئيس معناها مريقل معناها. بالنسبه لتصريح قيس سعيد هو ذا خطابه من الحمله التشريع من الحمله معناها الانتخابيه نتاعو، ما تبدل شيء في الخطاب نتاعو، نحن نحبوه يتبدل معناها في تصرفات الرئيس قيس سعيد، معناها انه يكون يفعل معناها النقاد اللي كان ذكرها هو في معناها في الحوار في خطاباته معناها. بالنسبه لمجلس النواب، مجلس النواب هذيك معناها الثوره والشعارات بتاع الثوره هذيك شعارات انتخابيه فقط بتاع همومه، فهمتني؟ بالنسبه للسيد الرئيس قيس سعيد يعني خطاباته كلها واضحة وبينة، أما بالنسبة للأحزاب النهضة تحب تخدم راه، أما إن شاء الله يخلوها الجماعة خليهم يعني كيما نقولوا يتحالفوا مع بعضهم وتمشي الأمور مريقلة إن شاء الله، هذا هو. أما قيس سعيد يعني
يحب يخدم ويحب يريق البلاد، وان شاء الله من القدام تتريق البلاد وتتصلح والحمد لله لاباس. موضوعنا اليوم على خطاب قيس سعيد وعلى تعليق اعضاء مجلس النواب الشعب على خطاب قيس سعيد. اكيد تعرف الخطاب اللي قاله قيس سعيد، احكي على غرف مظلمه واحكي على مؤامرات. شنو رايك يعني في رد اعضاء مجلس النواب الشعب؟ قالوا معناها هذا تصريح خطير برشا ولازم يسمي الاشياء بمسمياتها. كده. هو معناها قيس سعيد تحدث على معناها المؤامرات، هو يمكن مشكله الوردانيين تاع المستير، ويمكن هذاك اللي جاي يحب يقابل الرئيس وكذا مؤامرات، ربما معناها هما يشوفوا حاجه قد يكون الرئيس ما يزمش يصرح هكا، وربما هو قال حاجه للشعب، معناها وصل حاجه للشعب التونسي باش يقول لهم راهو كذا كذا. ما فيها حد شيء، هي الحكايه معناها هو السارح في الشعب في نهايه الامر، السارح في الشعب، واختاروا 3000 واحد، اختاروا 3 ملايين معناها 3 ملايين اللي اختاروه، معناها حب يصرحهم يقولوا فما كذا كذا، وهو عنده نية للصلاح قيس سعيد. راه انا شخصيا كمواطن تونسي وكمناضل وناشط سياسي ونقابي خيب لي ظني، لاني كنت اود اولا له من الصلاحيات في وزارة الخارجية أن يجرم التطبيع بنص كما أكد على ذلك، وهو خيانة عظمى ونحن معه في هذا ذلك. ثانيا كنت أود أن يسترجع العلاقات فورية مع سوريا، لم يفعل. كنت أيضا أود أن يتدخل في الشأن الليبي باعتبار نحن أكثر ناس مجاورين ليبيا، وأنتم اليوم تشوفوا كيفاش الصفقة نتاع أردوغان مع سراج وهي خطيرة جدا بالمعنى السياسي والاستراتيجي والعسكري. إذا أينك؟ أنا بالنسبة لي الخطاب اللي وقع في سيدي بوزيد أعتبره شعبويا، ما لم يرتقي إلى القضايا الوطنية ذات ولهذا هذا شعبوي، وبطبيعة حال كرئيس دولة لابد لي من أعداء ولابد من لكن إلى حد الآن بالنسبة لي ما معناها ما هوش في المستوى. خطاب قيس سعيد كيفاش تشوف؟ والله قيس سعيد واضح وباين راهو، غير كما قلت لك لازم مثلا يمشي للمجلس النواب ويخطب، يعمل لهم خطاب قدام الاحزاب الكل ويحطوا النقط على الحروف، وان شاء الله ما يكون كان الخير بحول الله. هي تو كسياسه البلاد كلها ما تفهم فيها شيء، وما حاجتكش باش تفهم، ما عادش حاجتنا باش نفهموا حتى شيء. خلي يعملوا اللي باش يعملوا حتى يمشيوا لحيط، كي يمشيوا لحيط تنفهم وقتها. مش مخلينه يخدم. اخوي انت شنو؟ قيس سعيد يحب يسكتهم؟ شكل انت حكومة تو شنو تشكيلة الحكومة سعيد مش يشكلوها، شكل حكومة وخلي العباد تخدم على روح، اللي ما يخدمش يتحاسب هكا هو، كيما قال هو قال كل اللي ما يخدمش يتحاسب. خليه تو انتوا عطيتوا نحن انتخبناه ولا خمس سنين تو نشوفوا شو يعمل. الأحزاب هذه يمكن متضاربة وكذا، كل واحد شنو يحب يحكي. اما هو قيس سعيد اختاروا شعب، وشعب يعرف معناها اللي عنده ثقه في رئيس، وربما مازالت حاجه جديده احنا تو مثلا عنده شهرين ولا شنيه، قد يكون القدام شوي يظهر لنا ما ثمش، قد يكون كلامه صحيح، قد يكون كذا، والله اعلم. الكتاب نتاعو في سيدي بوزيد هذا فهمتني ولا معناها تشعيل نار ديريكت، فتنه ما بين الشعب، شي دخلها بعضها، شعل في النار. أنا حسب رأيك يعني خطابه فيه نوع يعني من تحريضي هكا؟ خطاب تحريضي ويلعب لنا في دور الضحية، فهم؟ إذا هو رئيس جمهورية مش قادر على حد شيء، مال الشعب المسكين شو يعمل؟ هو التصريح في حد ذاته رسالة، راهو رسالة لزوز أطراف، الأطراف هما اللي يسعوا لفساد المسار الثوري في تونس، ورسالة للشعب التونسي اللي راني هنا راني موجود يعني. وان شاء الله الشعب يساندوا يعني، وبين الرساله راهو نحن شكون عندنا الغرف المظلمه يعني، هي اللي الغرف المظلمه، اي واحد يسعى الى تدمير البلاد هذه والثوره هذه وفساد مسار الثوري يعني. وان شاء الله زاد الرساله هذيك موجهه للي سي الحبيب الجملي رئيس الحكومه، انه راهو قاعدين انه رانا تونس راهي قادمه على مطبات وعراقيل، لازم الكتل الكل نيه بالكل تسعى للحوار والتوافق باش تصير التواصل وتصير تنقذ البلاد، تكون يعني في السكه الصحيحه يعني، يحط السكه الصحيحه. انا معاك يا قيس سعيد وما فما شيء،
نحن انا واحد من الناس كمواطن معناها نطالب القيس سعيد معناها باش يحل قضيه الوردانيه، القضايا الاساسيه بتاع البلاد، تشغيل كذا، ما يسالش يعمل اجتماع مع الاحزاب، يمشي للمجلس يعمل لنا خطاب، ما يسالش من المجلس قدام النواب، معناها الكل حط النقاط على الحروف، خلي بين كل شيء. وبالنسبه لاهلنا في سيدي بوزيد ان شاء الله راهو انتم من غادي ونحن من هنا، وان شاء الله مواصلين، وان شاء الله يا ربي تتحرر تونس ويخرج الخونة الكل منها ان شاء الله. بودي ان يستنهض الهمم، وخاصة عند أنا ركزت على صلحيات يقوم بها. أنا سيدي حتى في المستوى المنظور حبيت على الأقل يتكلم، على الأقل يقوم بتصريح إعلامي ضد ما العرب ده تاع أردوغان في سوريا في ليبيا، يعني على الأقل يعطي أسبقية حتى في الإعلام يا رسول الله، ما شوف راحت شيء.